يبقاش جوزك دلوقتي، ولا هو صاحبك ولا حبيبك. نبيل هادو. You need any help, madame? You need any help? No, thank you. Are you sure? Yes, I'm sure. Thank you. وحشتيني قوي، وحشتيني. وانت كمان يا حبيبي. سامية مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ لا مفيش، بس اصلي تعبانه بس شويه. تعبانه مالك؟ ما انا عملت عمليه اللوز من كام يوم. عملتي عمليه وما قلتليش؟ في حاجه بسيطه يا نبيل، ما حبيتش اضايقك واشغلك عن شغلك. برضه كان لازم تقولي لي عشان انزل لك مصر. الف سلامه عليك. قولي يا نبيل، اخبارك ايه واخبار شغلك ايه؟ تمام يا حبيبتي، كله تمام. اوعى تقولي انك سبت شغلك مخصوص في نابولي عشان تيجي تاخدني من هنا. حبيبتي انا سيب الدنيا كلها عشانك، وبعدين بصراحه ما اخبيش عليكي، انا جاي هنا مخصوص عشان عندي صفقه عربيات جايه اخلصها. اوكي، وعرفت منين اني جاي النهارده؟ ادريان بلغني. انتوا بقيتوا اصحاب قوي كده؟ لا لا خالص، بس هو اول ما عرف ان انا في روما طلب مني ان انا جاي. راجل ذوق قوي. على فكره هو حجز لك في نفس الاوتيل ونفس الاوضه بتاعت المره اللي فاتت. اوعي تنزلي في الاوتيل اللي هم حاجزينه لك. نفس الاوتيل ونفس الاوضه؟ ده بيحلم. ليه يا حبيبتي؟ هو المكان ما كانش عاجبك؟ كان عاجبني المره اللي فاتت، بس انا اقتنعت بوجهه نظري. انا لازم اخد حقي من الناس دي كويس جدا وما اقدمش اي تنازلات. انا معاكي، بس المشكله ان ايه يا نبيل؟ خلاص انا مش عايز انزل في الاوتيل ده بصراحه، بقى ما بقاش من مستواي. عايز انزل في اشيك اوتيل في روما. بس الراجل برضه حجز الاوضه يا سامي. عيب يقعد فيها هو. اوكي زي ما تحب، بس انا برضو رايي ان احنا نتصل بيه وناخد رايه الاول. انا مش هتصل بحد، وبعدين مش انت اللي قايل لي ان انا لازم اخد حقي من الناس تلت ومتلت؟ ايه اللي غير رايك؟ لا يا حبيبتي انا ما غيرتش رايي ولا حاجه، انا معاكي في كل اللي بتقوليه 100%. برافو يا سامي. طب خلاص احنا بنتكلم في ايه؟ يلا خدني على اشيك اوتيل في روما. وفي الاوتيل الجديد برضه ما تاخديش اول اوضه يعرضوها عليك. لا يا نبيل غيرها لي بليز، مش عايزه اوضه على المدينة، هتبقى دوشه وانت عارف اني بحب الهدوء. امر. You have another room on the other side? Yes, single or double? Single please. Here you go. You have room 512. Thank you. انا نازل فين يا نبيل؟ انا حبيت نازل في اوتيل تاني بس مش كده طبعا. طب مش تنقل على الاوتيل هنا الاوضه اللي جنبي؟ اوكي عندي شويه شغل هخلصهم واجي لك على طول. ممكن ما تتأخرش عليا؟ أصلك وحشتني أوي. وأنت كمان وحشتني أوي. هتعشينا فين النهاردة؟ النهاردة؟ على كل نفكر براحتك، والساعة 7 هتلاقيني جاهزة لك. أوكي. لازم تعرفي ان العدو اللي هتواجهيه عدو ذكي وخطر، لكن اللي اخطر منه نبيل. نبيل ما بقاش جوزك دلوقتي، ولا هو صاحبك ولا حبيبك. نبيل عدو، واوعي تخليه يحس بان اي حاجه اتغيرت فيكي. يعني ايه؟ يعني ايه غيرت الاوتيل؟ قالت لي ان الاوتيل الاولاني مش عاجبها وحبت تقعد في اوتيل احسن منه. وبعدين ساميه المره دي متغيره قوي وسليم عن المره اللي فاتت. ايوه يا ايزاك، كلم ادريان قول له يقابلني عندك بعد نص ساعه. انا عايزك تعصر دماغك على الاخر.
تفتكر كل حاجة حصلت بالتفصيل الممل، كل كلمة قالتها، كل انفعال اترسم على وشها من ساعة ما قابلتها في المطار لحد ما وصلتها الأوتيل. العز اللي احنا فيه ده، سبحان العاطي الوهاب. كلمتها يا ديفيد؟ كلمتها في الاوتيل مره واثنين وثلاثه، قالوا لسه ما وصلتش. لما جيت هنا كلمتها تاني نفس الرد، برضو ما وصلتش. ومش هتوصل. ايه، لغت الرحله؟ غيرت الاوتيل اللي حجزنا لها فيه. غيرت الاوتيل؟ ما تفهمني شلون يا حبيبي الحكايه بالظبط. حسب كلام نبيل، البنت المرة دي متغيرة جدا عن المرة اللي فاتت. متغيرة ازاي يعني؟ البنت رافضة تنزل في الاوتيل اللي حجزنا لها فيه. رافضة؟ رافضة يعني ايه؟ والتجهيزات اللي جهزناها يا شلومو يا حبيبي، والفلوس اللي اتصرفت. طب رافضة ليه؟ بتقول ان الاوتيل ده مش من مستواها. مش من مستواها؟ الكلام الفارغ ده يا شلومو. وهي فين دلوقتي؟ راحت على اوتيل روما بلازا. روما بلازا؟ لا، يبقى كده الغرور ركبها يا حبيبي. يا اما الغرور يا اما حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟ حاجه مش عايز افكر فيها دلوقتي يا ديفيد، خلونا في حكايه الغرور احسن. تفتكروا ركبها الغرور ليه؟ علشان انا مش عارف. جايز علشان جايبلنا معاها اخبار قيمه وطمعانه في فلوس زياده زي ما قالي نبيل. وإيه بقى الاحتمال التاني؟ بلاش نسبق الأحداث يا ديفيد، ونشوف الأول الأمور هتمشي إزاي. امسك. دي نمرة الأوتيل والأوضة اللي هي نازلة فيها. كلمها وحدد معاها ميعاد تتقابلوا فيه. إذاك ابعت رجالتك يشيلوا الأجهزة من الأوتيل التاني ويركبوها في المكتب اللي أجرنا لديفيد. اعتبروا حصل يا حبيبي. مستني ايه يا ديفيد؟ ما تكلمها.